قبل بس ما اتكلم عن المباراه واتكلم عن جرافيك المباراه وبعد كده استقبل ضيوفي، عايز اقول لحضراتكم ان بكره ان شاء الله هناك اجتماع هام جدا جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لاجتماع هام جدا بناء على البيان الصادر من مجلس اداره النادي الاهلي ان بكره هيكون في اجتماع لمناقشه ما حدث من انتهاكات للقانون في اخر اجتماع لاتحاد كره القدم. كنت محضر حاجات كتيره جدا اتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن اولا لضيق الوقت، ثانيا كابتن خطيب وهو بيتكلم امبارح في افتتاح صاله الكاراتيه قال كلمه مهمه جدا 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 بالنسبه لي، واعتقد ان هي بالنسبه لكل الاهلاويه وبالنسبه لكل الناس المحترمه، مهمه جدا بالنسبه لكل الاهلاويه ولكل الناس، ولكن الناس المحترمه. قال ان احنا عمرنا ما هنتدنى لهذا او بشكل سيء للكلام اللي بيتقال، وعمرنا ما هنرد بشكل متدني على الكلام اللي بيتقال. وبالتالي زي ما انا قلت لحضراتكم خلال الكام يوم اللي فاتوا ان احنا عمرنا دايما بيبقى عندنا رولز كده وحاجات معينه هنا في القناه بنحاول على قد ما نقدر نمشي عليها ونبعد عن البذاءات ونبعد عن الكلام الكتير اللي كان بيتقال خلال الفتره اللي فاتت. الكلمه بتاعت الكابتن خطيب امبارح في وسط الكلام، لو حضراتكم سمعتوا كلمه الكابتن خطيب كويس امبارح في وسط الكلام، قال كلمه مهمه جدا ان احنا عمرنا ما هنتدنى وننزل بمستوى النادي الاهلي ونفضل ونرد على البذاءات اللي بتتقال والكلام اللي بيتقال، لان احنا لينا ايمج معين وشكل معين واسلوب معين. قيل بالمناسبه قيل على لسان البعض امبارح لما اتقال ان النادي الاهلي استقباله للجميع بيبقى دايما من فوق، لان هي دي الحقيقه، النادي الاهلي مش من فوق، ده غرور ولا اي حاجه، لا، ولكن النادي الاهلي اسمه النادي الاهلي، لما يستقبل اي حد او يتقابل مع اي حد لازم يبقى من فوق، مش بمناخيره، لا، ببطولاته، بمبادئه، بروحه، بروح الفانيلا اللي بيلعب بيها وبروح الفانيلا اللي موجوده، بحاجات، بجمهوره قبل كل شيء، بجمهوره اللي دايما الحمى الرئيسي لهذا النادي. ولولا جمهور النادي الاهلي في هذه الاوقات تحديدا كانت الامور هتبقى صعبه جدا جدا جدا، ولكن جمهور النادي الاهلي واقف في ظهر مجلس ادارته، جمهور النادي الاهلي واقف في ظهر لاعيبته، وبالتالي مش فارق معانا اي حاجه ومكملين. وبكره ان شاء الله قرارات هامه جدا، والقرارات انا وجهه نظري، انا ما عنديش معلومه، ولكن وجهه نظري انها ستكون قرارات قويه جدا بالتزام النادي الاهلي بالجدول المبعوث رسميا للنادي الاهلي، الكلام اللي كنا بنقوله لكم طوال الاسبوع اللي فات في ملعب الاهلي. عشان كده بقول لحضراتكم ما تقلقوش، عندكم مجلس اداره قوي، عندكم مجلس اداره يعرف يجيب حقكم كويس، او بلاش حقكم، انتوا بتجيبوا حقكم وزياده، لكن يعرف يجيب حق اسم النادي الاهلي ويحافظ على اسم وهيبه النادي الاهلي. عشان كده انا بقول لحضراتكم ما تقلقوش من اي حاجه، ان شاء الله الامور هتفضل كويسه، وان شاء الله هنمشي في الطريق اللي دايما قلت لكم عليه، هنمشي في الطريق كده، كل اللي بيخبط فينا من الجنب اليمين او الشمال ما يعني بنقول لهم ماشي، خبطوا براحتكم، خبطوا براحتكم واعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن في النهايه سيظل النادي الاهلي حماه الرئيسي هو جمهوره. جمهوره وال 70 80 مليون اللي متواجدين في مصر بس غير اللي خارج مصر. طيب خلينا بقى نروح لمباراة اليوم وأهم